دلوقتي هنتكلم عن تمارين الفتنس او السويدي. التمارين دي هتناسب الناس اللي هي بتتمرن في البيت او ما بتروحش الجيم او ما عندهاش وقت تروح الجيم. تمارين الفتنس هي تمارين بتفيد ان هي بتعلي معدل ضربات القلب، فبالتالي بتعلي من معدل الحرق في الجسم، وبرضو بتحسن من مستوى اللياقه البدنيه في الجسم، وبتحسن من كفاءه تدفق الدم في الجسم، وبتوصل الدم بطريقه احسن للعضلات. من اهم تمارين الفتنس هو تمرين الجامبن جاك. الجامبن جاك بيعلي الهارت ريت او ضربات القلب، فبالتالي بيعلي من معدل الحرق في الجسم. بنعمله ازاي الجامبن جاك؟ بنعمله بنفس الشكل اللي انا هعمله دلوقتي دوت. ايدي بتيجي من فوق بالشكل ده، بفتح رجلي 2 3 4، بحاول انظم نفسي وانا بتمرن. 5 6 7 8 9 10، ده كده تمرين الجامبن جاك. برضو في تمرين تاني، التمرين اللي هنعمله دلوقتي بيزود ضربات القلب، فبالتالي بيعلي من معدل الحرق في الجسم. التمرين دوت ممكن نعمل تمرين تاني لمنطقة البطن، الالبو بلانك. تمرين الالبو بلانك ده للبطن والمنطقة السفلية. وبعد من 10 ثواني لحد 30 ثانية، وفي ناس بتوصل لدقيقة ودقيقتين، بس لو احنا مبتدئين 30 ثانية كويس، وبنريح من كل مجموعة مجموعة نص دقيقة، وبنرجع نعيد تاني الموضوع. وممكن اشتغل بالشكل دوت عشان افيد البطن السفلية. وبكده نبقى اتمرنا 4 اشكال تمارين الفتنس، بتعلي معدل الحرق وبتزود ضربات القلب، فبالتالي بتخس. شكرا.